السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن، القناة التي تهتم بكل ما هو جديد في عالم الفن والمشاهير. قبل البداية أترككم مع هذه العناوين. سعيدة شرف مضطرة للحضور إلى المحكمة بمراكش بسبب حساب حمزة منبيبي رغم وضعها لمولودها مؤخرا. سعيدة شرف مضطرة للحضور إلى المحكمة رغم ولادتها. المطربة المغربية التي وضعت الأسبوع الماضي مولودتها الثالثة من زوجها رجل الأعمال المقيم بالديار الأمريكية مطالبة أن تحضر بعد غد الثلاثاء إلى المحكمة الابتدائية بمراكش للاستماع إلى أقوالها في ملف الهاكر الذي يشتبه في إدارته لأحد حسابات حمزة منبيبي المختصة في ابتزاز والتشهير بمشاهير الفن والإعلام ومجالات أخرى. جلسة الاستماع إلى شهادة سعيدة شرف التي استدعي إليها أيضا رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب محمد المديمي حدد لها هذا الموعد بعدما أجلت الأسبوع الماضي بسبب إنجاب المطربة المغربية لطفلتها ليليا في مصحة خاصة بالدار البيضاء. وكان هذا الهاكر أول الموقوفين على خلفية التحقيقات المنجزة في هذا الملف عقب وضع سعيدة شرف شكاية ضدها في شهر غشتة الماضي ضد الحساب بعدما هاجمها حمزة منبيبي بنشر صور لمحادثات مفبركة تمس وطنية المطربة المغربية. ويأتي استدعاء سعيدة شرف في وقت اقترب فيه موعد انطلاق الاستنطاق التفصيلي مع المطربة دنيا بطمة وشقيقتها ابتسامة عارضة الأزياء، والذي ستعقد جلسته يوم 10 فبراير الجاري. وتحوم الشبهات حول كون الفنانة دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام لهما صلة بهذه الحسابات وفق ما أكده عدد من ضحايا هذه الحسابات في شكايتهم، وهو ما ستثبته أو تدحضه جلسات التحقيق المنتظرة التي ستخضع لها في الأيام القليلة المقبلة. بعد الفنانة سناء عكرود، منال الصديقي تقتحم عالم اليوتيوب وتروي معاناتها مع السرطان. أعلنت الممثلة المغربية منال الصديقي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام عن إطلاقها لقناتها الخاصة بها عبر اليوتيوب. وحاولت منال الصديقي تشويق متتبعيها بالانخراط في هذه القناة التي ستستهل فيها طلتها الفنية وبأسلوبها الحكائي ستروي قصتها مع السرطان من خلال حلقات مصورة. وستكون الحلقات التي ستعرضها منال عبر قناتها الخاصة فرصة للتوعية والتحسيس بخصوص هذا المرض من خلال استعراضها لتجربتها الشخصية مع تقديم إرشادات ونصائح. في سياق آخر، شهدت الشهور الماضية اقتحام مجموعة من الفنانات والنجمات لعالم اليوتيوب بعد ضجة روتين اليومي، أبرزهم هدى الصديقي وتركيز حلاق، إضافة إلى سناء عكرود التي اعتزلت بعد أسابيع قليلة من بث أول فيديوهات لها. رياض محرز ينفصل عن ريتا جوهالا ويرتبط بابنة المليونيرة البريطانية داون وورد. كشفت صحيفة داسين البريطانية أن النجمة الجزائرية رياض محرز انفصل عن زوجته ريتا جوهالا. وحسب نفس المصدر، فإن محرز ارتبط بتايلور وورد 22 سنة شقيقة الإعلامية البريطانية الشهيرة داون وورد. وأشارت الصحيفة إلى أن محرز البالغ من العمر 28 عاما قد اصطحب صديقته الجديدة تايلور 22 سنة برفقة 15 فتاة من صديقاتها إلى عشاء فخم الأسبوع الماضي.
أكدت الصحيفة في تقريرها إلى أن محرز قام باستئجار غرفة خاصة في مطعم ASI الفاخر الموجود في أحد ضواحي العاصمة البريطانية لندن، ودفع 5000 جنيه استرليني مقابل العشاء. كما شهد الثنائي أيضا مؤخرا وهما يغادران منطقة كبار الشخصيات في ملهى تشينا وايت الليلي. وقالت المصادر للصحيفة تتطور علاقة رياض وتايلور بسرعة كبيرة، فقد بدأوا كأصدقاء وهما الآن عاشقان، والمواعيد الغرامية باتت كثيرة في الآونة الأخيرة. قالت هذه المصادر للصحيفة كانوا أصدقاء لفترة من الوقت. تايلور رفضت أن تتطور علاقتهما قبل أن تتأكد بأن زواجه انتهى بشكل نهائي. يذكر أن تايلور كانت مرتبطة سابقا بلاعب فريق سيتي أوف سيرجيو أغويرو، وكذلك بنجم إيفرتون ماسون هولغيت. وأشارت الصحيفة إلى أن محرز طلق زوجته في محكمة مدينة مانشستر دون الإشارة إلى تاريخ وقوع الطلاق. نانسي عجرم تدخل في نوبة بكاء وتغادر كرسي The Voice Kids. دخلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في نوبة بكاء طويلة خلال حلقة أمس السبت من برنامج The Voice Kids على شاشة NBC. بكاء نانسي عجرم جاء حينما كان المشترك العراقي عبد الكريم حاتم السعدي يستعد لمغادرة المسرح بعدما قدم أغنية عد ابن البعاذ دون أن يلتف له أي من المدربين، وأهدى الأغنية التي أداها لأخيه المسافر. بعد لحظات عاد فريق البرنامج وطلب من المتسابق أن يعيد تصوير مشهد دخوله إلى المسرح لأسباب تقنية، وطلب من نانسي أن تترك مقعدها ليحل محلها شخص آخر. وحينما دخل المشارك العراقي التف هذا الكرسي لها ليتفاجأ بحضور شقيقه الذي غاب عن العائلة منذ سنوات وأهديت له هذه الأغنية. ولم يتمالك عبد الكريم دموعه حينما فوجئ بشقيقه واحتضنه بشوق، كما ظهرت والدته وهي تبكي بشدة. فتأثرت نانسي عجرم بما حدث ودخلت في نوبة بكاء طويلة. فيروس كورونا يضع اللاعب الدولي المغربي أيوب الكعبي في ورطة كبيرة. وجد الدولي المغربي أيوب الكعبي مهاجم نادي هيبي الصيني نفسه في ورطة في ظل انتشار فيروس كورونا كالنار في الهشيم في الصين، مما دفع الاتحاد الصيني لكرة القدم لتعليق جميع المنافسات الرياضية إلى أجل غير مسمى. ويتواجد حاليا اللاعب أيوب الكعبي رفقة فريقه هيبي الصيني في جزيرة أوكيناوا اليابانية التي يقيم فيها الفريق معسكرا تدريبيا مغلقا من أجل التحضير للمنافسات القادمة. ويواجه اللاعب المذكور مصيرا غامضا في ظل تعليق جميع المنافسات الرياضية في الصين إلى أجل غير مسمى، إلى جانب الانتشار السريع لفيروس كورونا بين الصينيين. وكان اللاعب أيوب الكعبي قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي خلال مرحلة الانتقالات الشتوية الحالية، بيد أن خلافا نشب بين إدارة هيبي الصينية واللاعب حال دون إتمام الصفقة بنجاح، بعدما تشبث اللاعب بالحصول على جميع المستحقات التي يدين بها لفريقه قبل الرحيل، بينما اشترط عليه مسؤولو النادي التنازل على مستحقاته للسماح له بالانتقال إلى الدوري السعودي. تبقى الإشارة إلى أن المهاجم الدولي المغربي أيوب الكعبي كان قد لعب النصف الأول من الموسم الكروي الحالي رفقة فريق الوداد الرياضي، بعدما انضم إليه الصيف الماضي معارا من نادي هيبي الصينية، وقدم مستويات مميزة بقميص الفريق الأحمر قبل أن يعود إلى الصين بعد انتهاء فترة إعارته مع نهاية العام الماضي.
نصل إلى نهاية هذا الموجز. أتمنى دائما أن أكون عند حسن ظن المتابعين الكرام، ودائما سأوافيكم بكل ما هو جديد عبر قناتكم قناة كوكب الفن. كما أشكر كل المتابعين الذين يتفاعلون مع الفيديوهات، وأعدكم دائما بالرقي نحو الأفضل. شكرا لكم جميعا وأشكركم جزيل الشكر، وإلى فيديو لاحق بإذن الله. إلى اللقاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في قناتنا كوكب الفن.